عادت هذه الشعلة للاشتعال من جديد في حقول الذهب الأسود بمحافظة حضرموت عقب توقف استمر لنحو عام جراء الأحداث التي شهدتها البلاد، حين بدأت شركة بتروماسيلا وهي الشركة الوطنية الأكبر من حيث القطاعات النفطية التابعة لها استئناف الإنتاج من القطاعين العاشر والرابع عشر بطاقة إنتاجية تصل إلى 35,000 برميل يوميا، أي ما نسبته نحو 58% من حجم ما كان يتم إنتاجه في القطاعين قبل اندلاع الأزمة في البلاد. تم تشغيل بعض الآبار ما يتراوح 100 بير عادت إلى الإنتاج بعد فترة من التوقف نتيجة للأوضاع التي يمر بها وطننا الغالي والعزيز، حيث أنه كانت جهود جبارة من قبل مهندسي شركة بتروماسيلا في إعادة هذه الآبار. وحدة المعالجة المركزية من أهم الأقسام التي يرتكز عليها الإنتاج، حيث يقوم مهندسها بتنقية المادة الخام القادمة من الآبار ثم ضخها إلى ميناء الضبة النفطي عبر أنبوب نفط هو الأطول في البلاد. أساساً عملنا طبعاً استقبال الخام من الحقول وكذلك من الشركات الأخرى. عملياً استقبال الخام بلوك حقول بلوك 14، بعد ذلك يتم عملية فصل المياه من الأويل وتجهيز الخام من أجل ضخه إلى الضبة ليكون جاهزاً للتصدير للخارج طبعاً. ورغم الدور المهم الذي تلعبه بتروماسيلا في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أنها لا تمتلك استقلاليتها المالية من قبل الحكومة، ما انعكس سلبا ومساعيها لتطوير قدراتها الإنتاجية واستكشاف المزيد من الآبار المنتجة رغم امتلاكها للكوادر المؤهلة. يأتي قيام بتروماسيلا باستئناف الإنتاج النفطي يتماشى وتوجهات الحكومة بإعادة البيع والتصدير الذي تعول عليه كثيرا في توفير الموارد المالية التي تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها للمواطنين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من وحدة المعالجة المركزية بتروماسيلا.